أدولف هتلر هو واحد من أكثر قادة العالم المكروهين وأكثرهم إثارة للجدل. إن مجرد ذكر اسمه يذكرنا بالحرب العالمية الثانية وبالمذابح الجماعية. بالرغم من ذلك، فإننا لا نجد الكثير من الكتب التي تسمح لنا بإلقاء نظرة عن كتب حياته الحقيقية، والتي تصف بدقة الأحداث التي أدت إلى صعود نجمه وإلى سقوطه وانهياره. من خلال هذا الفيديو سنقوم بالتعرف على بعض فترات من حياة هذه الشخصية منذ ولادتها إلى حين تسبب في اندلاع الحرب العالمية الثانية. السنوات الأولى. ولد أدولف هتلر في 20 أبريل من سنة 1889 في برونو أم إن، وهي بلدة صغيرة قرب لينز في محافظة النمسا العليا، وهي غير بعيدة عن الحدود الألمانية التي كانت في ذلك الحين تسمى النمسا المجر. والده يدعى ألويس هتلر وكان موظفا صغيرا في الجمارك. أما والدة هتلر كلارا فقد كانت زوجة ألويس الثالثة. عندما كانت زوجة ألويس الثانية على فراش الموت، اعتنت كلارا بأولاد ألويس، وكانت ما تزال صغيرة. من بين أولادهما الستة لم يتخطى سنوات الطفولة سوى أدولف وشقيقته باولا. كان هتلر ولدا ذكيا لكنه كان مزاجيا، وفشل مرتين في امتحان الدخول إلى ثانوية لينز. هناك تأثر كثيرا بفكر المعادل السامية المتمثل في بمحاضرات البروفيسور ليبولد بوتش حول القومية الألمانية، فتلك المحاضرات أثرت كثيرا في آراء هتلر الشاب. ومن غرائب الصدف أن الفيلسوف الشهير لودفيك ويتجنشتاين كان زميل هتلر في الدراسة. كرس هتلر نفسه لوالدته ذات الطبع المتساهل، فيما كره والده الذي وصفه لاحقا بالطاغية السادي، على الرغم من أن هذا الأخير كان على الأرجح مثل أي أب نمساوي صارم. سن البلوغ والدراسة. منذ العام 1905 عاش هتلر حياة بوهيمية في فيينا، معتمدا على النفقة التي تقدم للأيتام وعلى دعم والدته. وفي 21 جنبر من 1907 توفيت والدة هتلر من جراء إصابتها بسرطان الثدي، وكانت تبلغ من العمر 47 سنة. بأمر من محكمة لينز أعطى هتلر حصته من المساعدة المالية المخصصة للفقراء لشقيقته باولا، وعندما كان في 21 من عمره. ولتمالا من عمته حاول هتلر إثبات نفسه كرسام في فيينا، فأخذ ينسخ المشاهد عن البطاقات البريدية ويبيعها للتجار والسياح. وبعد أن تم رفضه للمرة الثانية من قبل كلية الفنون لم يعد يملك المال. وفي سنة 1909 سكن في ملجأ للمشردين، وبحلول العام 1910 استقر في منزل العمال الفقراء. كانت فيينا في ذلك الوقت مرتعا للتعصب الديني التقليدي وللعنصرية التي سادت في القرن التاسع عشر. من المرجح أن هتلر تأثر بكتابات الأيديولوجي المعادل السامية لانس فون ليبنبلس وبمبادرات السياسيين أمثال كارل لوجر الذي أسس الحزب الاجتماعي المسيحي، وكان عمدة فيينا بالمؤلف الموسيقي ريتشارد واغنر وجورج ريتر فون شونير الذي كان قائدا للحركة القومية الألمانية بعيدا عن روما. ساعده انتقاله إلى ميونخ على التهرب من الخدمة العسكرية في النمسا، لكن الجيش النمساوي استطاع إلقاء القبض عليه في النهاية. لكن وبعد الفحص الجسدي وخطاب ندم قدمه، اعتبر غير مؤهل للخدمة وسمح له بالعودة إلى ميونخ. وعند دخول ألمانيا الحرب العالمية الأولى في غشت من 1914 قدم هتلر التماسا لملك بافاريا لودفيك الثالث من أجل السماح له بالخدمة في الفوج البافاري. قبل طلبه وهكذا التحق بالجيش البافاري. هتلر والحرب العالمية الأولى. خدم هتلر في فرنسا وبلجيكا في الفرقة السادسة عشرة من فوج الاحتياط البافاري، وأنهى الحرب برتبة جيفريتر جندي أول، وكان عداء. وهذا العمل كان الأخطر على الجبهة الغربية، فهو عرضة لنيران العدو، كما شارك في عدد من المعارك على الجبهة الغربية منها معركة يابيرس الأولى ومعركة سوم ومعركة أراس ومعركة باشندايل. وتقلد هتلر وسام الشجاعة مرتين، فقد تسلم الصليب الحديدي من الدرجة الثانية في سنة 1914،
والصليب الحديدي من الدرجة الأولى لعام 1918، مع أنه نادرا ما يعطى هذا التقدير لجندي أول. مع ذلك رأى طاقم الفوج أن هتلر يفتقر إلى المهارات القيادية، لذا لم يترقى إلى رتبة ضابط. وبالرغم من أن مهام هتلر في مركز قيادة الفوج كانت خطيرة، إلا أنها أعطته الوقت ليتابع عمله الفني، فقام بتنفيذ الرسوم الكرتونية والتعليمية لمجلة عسكرية في العام 1916. أصيب هتلر في ساقه خلال معركة سوم، لكنه عاد إلى الجبهة في مارس من 1917 وتلقى شارة الجرحى في وقت لاحق من ذلك العام. في 15 أكتوبر من سنة 1918 أدخل هتلر إلى مستشفى ميداني بعد أن أصيب بعمى مؤقت إثر تعرضه لغاز الخردل. لطالما أعجب هتلر بألمانيا، وخلال الحرب العالمية الأولى أصبح شغوفا بالوطن الألماني. هتلر وبداية النازية. كان حزب العمال الألماني يتألف بصورة أساسية من اللجنة التنفيذية التي تضم 7 أعضاء من ضمنهم هتلر. من أجل جذب أعضاء جدد، حضر هتلر دعوات، وقام كل واحد من أعضاء اللجنة بتوزيعها على أصدقائه طالبا منهم حضور الاجتماع الشهري العام للحزب. شعر باقي أعضاء اللجنة بالقلق خشية مواجهة صعوبة في ملء المكان، لكن ما يزيد عن 100 شخص حاضروا الاجتماع الذي نعقد في 16 أكتوبر من سنة 1919، وقد تقرر أن يكون هتلر المتحدث الثاني. تسلم هتلر موضوع الدعاية للحزب في مطلع عام 1920، فقام بتوظيف شبان عرفهم أثناء الخدمة العسكرية، لعب النقيب إرنست روم والذي كان عضوا جديدا في الحزب دورا هاما في وصول هتلر اللاحق إلى السلطة، وساعده في جهوده الهادفة للتجنيد في ميونخ. كان هناك الكثير من الجنود والجنود السابقين المهمشين وغير المنسجمين المجتمع ومتعطشين للمغامرة، والذين يمقتون السلام الذي فرضته عليهم معاهدة فرساي والجمهورية الديمقراطية التي نجمت عنها. لذا أخذ عدد من الأشخاص الذين ينضمون لحزب العمال الألماني بالتزايد، وفي فبراير من سنة 1920 حتى هتلر حزب العمال الألماني العقد أول اجتماع جماهيري له، فلعقد الاجتماع في 24 فبراير من العام نفسه. وفي صيف العام 1920 اختار هتلر شعارا لعلم العلم الحزب وهو الصليب المعقوف، وشرح رمزية العلم قائلا: نرى في اللون الأحمر الفكرة الاجتماعية للحركة، وفي اللون الأبيض الفكرة القومية، أما الصليب المعقوف فيرمز إلى الصراع من أجل انتصار الرجل الآري وانتصار فكرة العمل الإبداعي التي هي معادية للسامية منذ الأزل وستبقى دائما كذلك. هتلر هو من غير اسم الحزب العمال الألماني، فأصبح يضم مصطلح القومي الاجتماعي، لذلك أصبح اسمه الكامل حزب العمال الألماني القومي الاجتماعي ويختصر باسم النازي. هتلر القائد. انضم هتلر إلى حزب سياسي صغير في سنة 1919، ولكنه وصل إلى القيادة عبر خطاباته العاطفية الأسيرة. وأذان هتلر اليهود مستغلا المشاعر المعادية للسامية التي سادت في أوروبا لقرون، وقد غير اسم الحزب إلى حزب العمال الألماني القومي الاجتماعي واختصاره الحزب النازي. وبعد مرور عام واحد أصبح هتلر القائد الرسمي الفوهرر. وفي حوالي عام 1923 حاول هتلر تنفيذ انقلاب مسلح على السلطات المحلية في ميونخ عرف باسم بيرهور بوتش، لكنه فشل فشلا ذريعا، لذلك سجن هتلر واتهم بالخيانة العظمى. لكنه استخدم قاعة المحكمة في محاكمته العلنية كمنبر للدعاية، وراح يوجه كلاما قاسيا ولمدة ساعات لحكومة فايمار، وعد هتلر بتحسين الظروف الاقتصادية. لذا كان الحزب النازي ينال الدعم كلما ساءت الحالة الاقتصادية، كما نظم مسيرات مواكبة ضخمة ودعت خطابات للوصول إلى ألمانيا القوية والأبية، وراح يهاجم اليهود جاعلا منهم كبش الفداء لكل المشاكل الاقتصادية في ألمانيا. إن حيويته على المنبر وأسلوبه التحفيزي في الكلام جعل الجموع يعتقدون أنهم العرق الأفضل وأن قدرهم أن يحكموا العالم. بعد انهيار حزب تريسمان أصبح الحزب النازي هو الحزب الأقوى في الرايخ الألماني. في العام 1933 عين هتلر مستشارا، وبعد أن أصبح في منصب المستشار سيطر على وسائل الإعلام والكتب المدرسية، وخضعت جميع الكتب والمسرحيات والأفلام والفنون الألمانية لرقابة مشددة، وأجبر جميع الشبان على الانضمام إلى حركة هتلر الشبابية
من أجل تعلم الأفكار النازية. ومن ناحية الأخرى، أجبر جميع العمال الألمان على الانضمام إلى الجبهة العمالية الألمانية بدلا من الاتحادات العمالية، كما فرض حظر على كل المعتقدات الدينية الأخرى. علاوة على ذلك، أسس هتلر البوليس السري النازي لمراقبة حياة عامة الشعب الألماني. أصبحت أي شكوك ضد الحكومة تعتبر غير قانونية. في ظل حكم هتلر، أصبحت ألمانيا ذات حكم عسكري. هتلر والهولوكوست. مفهوم نظافة الأعراق كان أحد دعائم سياسات هتلر الاجتماعية، ويرتكز هذا المفهوم على أفكار آرثر دي جوبينو، وهو كونت فرنسي، والعلم تحسين النسل والداروينية الاجتماعية بين العامين 1939 و 1945. قتلت القوات الخاضعة التابعة لهتلر بشكل منظم بمساعدة الحكومات المتعاونة مع العدو المحتل وجنود من الدول المحتلة ما بين 11 و 14 مليون شخص، من ضمنهم ما يقارب 6 ملايين يهودي في المخيمات المكتظة والجيتو، بطريقة القتل الجماعي وعبر طرق أقل تنظيما في العديد من الأماكن الأخرى. وإضافة إلى الموت بالغاز، قضى العديد من جراء المجاعة والمرض خلال عملهم بالصخرة. أما الهولوكوست أو الحل الأخير لقضية اليهود، فالقادة النازيون هم من خططوا لها وأمروا بتنفيذها، ولعب هيرنش هيملر دورا أساسيا فيها. لم يظهر أي دليل على صدور أوامر من هتلر بتصريح القتل الجماعي، لكن هناك وثائق تظهر موافقته على وحدات القتل المتنقلة التي كانت تتبع الجيش الألماني عبر أراضي بولندا وروسيا، وكان يبقى على إطلاع على كافة نشاطاتها. هتلر خلال الحرب العالمية الثانية. أصبح أدولف هتلر الشخص الاشتراكي الوطني قائد ألمانيا في يناير من سنة 1933. في مارس من سنة 1938 ضغط هتلر على النمسا من أجل الاتحاد مع ألمانيا. بعد ذلك اشتعل أزمة حول مقاطعة سودتلاند في تشيكوسلوفاكيا التي يتكلم سكانها اللغة الألمانية. أدى ذلك إلى اتفاق ميونخ في شوتنبرغ من سنة 1938 الذي أعطى هذه المقاطعات لألمانيا، التي دخلت دخول المنتصر إلى فيينا في 14 مارس. أمر هتلر الجيوش الألمانية بدخول براغ في 15 مارس من سنة 1939. بعدئذ طالب هتلر بالمدينة الحرة في دانزيغ والممر البولندي الذي تنازلت عنه ألمانيا مكرهة بعد معاهدة فرساي في 23 أغسطس من سنة 1939. وقع هتلر معاهدة عدم اعتداء مع جوزيف ستالين واتفق على تقسيم بولندا. أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا في 3 شتنبر، لكنهما لم تتحرك على الفور. في 17 شتنبر اشاحت القوات السوفيتية بولونيا من جهة الشرق، وفي ماي من سنة 1940 هاجمت قوات هتلر فرنسا، وفي طريقها سيطرت على لوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا. استسلمت فرنسا في 22 يونيو من سنة 1940، وفي 22 يونيو من سنة 1941 اشاحت الجيوش الألمانية للاتحاد السوفيتي منتهكة معاهدة عدم الاعتداء، لكن تم إيقاف تقدم الألمان على مقربة من موسكو في كانون الأول أي دجنبر من سنة 1941. إن إعلان هتلر الحرب على المملكة المتحدة في 11 دجنبر من سنة 1941 وضعه في مواجهة الإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وفي أواخر العام من 1942 هزم الجيش الألماني في معركة العالمين الثانية. وفي فبراير من سنة 1943 انتهت معركة ستالينغراد الهائلة بتدمير الفوج السادس من الجيش الألماني. وفي سنة 1945 في شهر ماي هاجمت القوات السوفيتية ضواحي برلين. وفي 30 أبريل من سنة 1945 وبعد قتال شوارع عنيف، وبدأ أصبحت القوات السوفيتية على بعد شارع أو اثنين من مستشاري الرايخ، انتحر هتلر مطلقا النار على نفسه بينما كان يمضغ كبسولة سيانيد. الوفاة. اتخذ هتلر نفسه مسكنا في فيهرنبنكر في 16 يناير من سنة 1945. في أواخر أبريل من العام نفسه دخلت القوات السوفيتية إلى برلين. وفي 22 ماي تعرض هتلر لانهيار عصبي في أحد مؤتمراته العسكرية، إذ كان الإقرار بالهزيمة وشيكا ومعه خسارة ألمانيا للحرب.
عبر هتلر عن نيته في قتل نفسه، وفي وقت لاحق سأل الطبيب وورنر هايس أن يقترح عليه طريقة انتحار فعالة. اقترح هايس المزج بين جرعة من السيانيد وعيار ناري في الرأس في منتصف ليل 29 أبريل، وبعد استضافته لفطور زفاف متواضع مع زوجته، أخذ هتلر سكرتيرته ترودر جونج إلى غرفة أخرى وأملى عليها وصيته ورغبته الأخيرة. وقع هذه الوثائق عند الساعة 4، ثم أوى إلى فراشه. وفي وقت متأخر من صباح 30 أبريل، وبعد أن أصبحت القوات السوفياتية على مسافة تقل عن 500 متر عن معقله، عقد هتلر اجتماعًا مع الجنرال هيلموت والدينغ الذي أبلغه بأن ذخيرة القوات الحامية لبرلين قد تنفد في تلك الليلة. تناول هتلر وسكرتيرته وطباخه الخاص غذاء خفيفا، وبعد ذلك قام وإيفا براون بتوديع طاقم العمل في فهران بنكر وداعا شخصيا. وفي حوالي الساعة 2:30 ذهب أدولف وإيفا هتلر إلى مكتبه الخاص وصرح بعض الشهود فيما بعد بسماع طلق ناري قوي حوالي الساعة 3:30. بعد الانتظار لعدة لحظات، فتح خادم هتلر الخاص هينز لينك باب المكتب الصغير، وكان آل هتلر جالسان معا على أريكة صغيرة، حيث كانت إيفا على الجانب الأيسر وهتلر على يمينها. يبدو أن هتلر أطلق النار على صدره الأيمن، وكانت الدماء تقطر منه ومن ذقنه. لم تظهر أي إصابة جسدية على إيفا، وافترض لينغ أنها سممت نفسها. معتقدات هتلر الدينية. نشأ هتلر على يد والدين من الروم الكاثوليك، لكن بعد مغادرة المنزل لم يحضر أي قداس ولم يتلقى القربان المقدس، ولطالما امتدح الإرث المسيحي والحضارة الألمانية المسيحية وأعلن عن إيمانه بالسيد المسيح. أما تصريحاته الخاصة وكما أفاد المقربون منه فكانت مزيجا متنوعا، فهي تظهر هتلر كرجل متدين ولكنه ينتقد المسيحية التقليدية. كان هتلر يؤمن بأفكار آرثور دي جوبينو عن الصراع بين الأعراق المختلطة من أجل البقاء، بأن العرق الآري ترافقه العناية الإلهية وهو شعلة الحضارات. من مفهوم هتلر، اليهود هم أعداء جميع الحضارات على الرغم من أصوله الكاثوليكية. كان هتلر يفضل التعاليم البروتستانتية لأنها تتماشى مع أهدافه في الوقت عينه. تبنى بعضا من عناصر التنظيم الهرمي والطقوس الدينية وعبارات الكنيسة الكاثوليكية في سياساته. لطالما تحدث هتلر في خطاباته ومنشوراته عن الدين المسيحي على أنه الدافع المركزي لمعاداته للسامية. كان يقول بصفته المسيحي: لن أسمح لنفسي بأن يتم تضليلي، لكن واجبي أن أناضل من أجل الحقيقة والعدالة.